السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وتعالوا النهاردة بقى كده نشوف ازاي بقى ترقدي الرمية بتاعتك لو هي مش عايزة ترقد لأول مرة. اللهم صل على النبي. طبعا حاطط لها ميتها وحاجتها. طبعا الرمية بتاعتي اللهم صل على النبي بدأت تستكن معايا وترقد. بس انا عملت ايه في الاول هقول لكم، ولسه لحد دلوقتي بعمل الموضوع ده معاها. الاول بصراحه مش هكدب عليكم، وصورت معاكم الفيديو كذا مره وقلت لكم ان هي كانت مغلباني، ان هي كانت يا جماعه مغلباني. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نقعد مع حضرتك؟ مش انا ازعجك، ما تخافيش. اللهم صل على النبي. كانت بتقوم كل شويه عشان هي اول مره بكرايه ترقد. احنا النهارده الفيديو بتاعنا بيتكلم عن الرميه هترقديها اول مره ازاي. بص انا مش هقول لكم اني رقدت رومي قبل كده، بس انا عشان مريت بالتجربه دي فانا ايه هصور، هقول لكم على اللي حصل معايا بالظبط، وهصور لكم الفيديو ده عشان ايه كلنا نستفيد. وانا صورتها لكم معاكم، صورتها معاكم كذا مره من ساعه ما رقدت، من اول ما بدات تروح على القفص وترقد وكده. المهم اللهم صل على النبي، اول حاجه لقيتها بتروح للقفص اللي كانت بتبيض فيه في الاوضه الثانيه، وبدات ترقد وتدخل البيضه ايه اللي هي بيضاها تحتها، او بيضة الفرخة التانية، بيضة الرومية التانية. المهم عرفت ان هي ايه، خليكي ايه انت لمحة برضو وعرفي الرومية بتاعتك ان كانت عايزة ترقد. هتلاقيها قعدت كده وحطت على البيضة ودخلت البيضة وقعدت تحتويها كده، يبقى عرفت ايه بقى كده عايزة ترقد. طبعا جبتها هنا انا كده يعتبر ايه شوشتها. لما جبتها هنا انت لو بتعرفي ترقديها في نفس المكان اللي كانت بتبيض فيه يبقى خير وبركه. انا حبيت اجيبها هنا ليه بقى؟ عشان هنا هدوء شويه، هناك في فراخ بلدي وفيه الرومي التاني اللي هم ايه اخواتها، اللي هم الروميتين اخوات امها واختها والديك الكبير والفراخ البلدي، فطبعا مش هتعرف ترقد منه. فجبتها هنا فالروميه اتلخبطت، فبدات ايه اقول هعمل معاها ايه، افكر اعمل معاها ايه. طبعا اول حاجه جبت القفص دوت وحطيت لها شويه قش، وحطيت لها البيضتين اللي هم كانت ايه، كانت اول بيضه رقد عليها، اول بيضه تقريبا او بيضتين لقيتهم تحتيهم كانوا بيضينهم الرومي كام روميه يعني. المهم ايه قلت اشوف هترقد على دول ولا لا، حطيتهم لقيتها ايه هديت ورقدت حبه. وبعدين قامت بقى سمعت صوت الطيور بره اتجننت مش عايزه ترقد. رحت بقى ايه طبعا جبت صاج وحطيته، الصاج خليها كنت وهديت شويه وبقيت راقده على البيض ما اتكلمتش. جيت تاني يوم رحت بقى ايه اتشطرت ورحت جايبه البيض كله رصاه لها، مش هصبر بقى لما اشوفها هترقد ولا لا. طبعا انا حطيت البيض وقلت بقى هشيل الصاج ده خلاص هترقد، رقدت. شلت الصاج من هنا والروميه ايه بدات مش عايزه ترقد، تقوم وتقف جنب البيض وتسمع الاصوات هتتجنن. المهم بقى لقيت الصاج برده كمان مع القفص ده ممكن ايه الروميه تفطس مني، ورحت عامله ايه بقى يعني كل يوم اطلع احط الصاج، احط مثلا مره القفص، احط مش عارفه ايه، اسيبها من غير حاجه خالص لحد ما ايه كنت. بس بقيت احط القفص واحط الايه الصاج مره وكده متابعاها ما بسيبهاش. بس اللي فاد معايا بصراحه ربنا شهاده لله يعني القفص حطيته عليها، القفص اللي هو بتاع الفراخ هوريه لكم دلوقتي. القفص ده يا جماعه بصوا ده حطيته معاها ليه بقى؟ القفص ده مهوي مش هيكتمها، حطيته فوقها. ممكن ده تحطيها 24 ساعه فوق الروميه مش هيعمل لها حاجه، او لو قفص زي ده هتلبسيه فوقيها كده دول هيبقوا منفسين مش هتفطس ولا تتضايق. فده الطريقه اللي ترقدي بيها فرخه الرومي اول مره، دي ده يعتبر احنا بنعودها كده فرخه الرومي ان هي ترقد. طبعا هجيب القفص انا دلوقتي، هي راقده اهي وحلوه، بس انا برضو مش مطمنه لها راقده من غير قفص. دخلت لقيتها الحمد لله ما شاء الله الله اكبر راقده، يا رب يتم لها على خير. لقيتها راقده على البيض وهي بصوا محتويه البيض كله تحتها اهو ما شاء الله. حط لها كام بيض؟ انا حط لها حوالي 12 بيضه رومي، واللهم صل على النبي اربع بيضات ولا خمسه اللي هم بيض الفراخ. طبعا دول ما كانش عندي غيرهم حطيتهم في روميه، في روميتين بيبيضوا تاني. بس انا اما تبيض هي، اما هي تطلع اللي تحتها عشان هي لسه اول مره ترقد فرخه مش هزود لها البيض عن كده. ممكن تحطي تحت فرخه الرومي يجي 20 بيضه و25 بيضه كمان، في ناس بتحط بس ما يكون حجمها كبير. انا عندي روميه بتاعتي مقصقصاها بصراحه ربنا، مقصقصها الريش بتاعها. واللي يقول لك الروميه لما تقص الريش بتاعها مش هترقد، لا بترقد والله، والبط بيرقد بقصه وبيرقد برضه. بس ما تقومهوش من على البيض وتقص ريشه، لا هتقومي من على البيض وتقص ريشه ليه صحيح؟
مش عارفه في ناس بتعمل كده ولا لا، بس سمعت كذا حد بيقول ما تقوميش البط من على البيض وتقص ريشه. لا احنا بنقص الريش بتاعه عشان لما بيبقى على السطح ويطير، انا بقص عشان كده. المهم اللهم صل على النبي، الروميه حط لها دلوقتي زي ما قلت لكم 12 بيضه او خمسه من اللي هو البيض الفراخ. اللي خلاني عرفت ان الروميه رقدت وهديت بقى ايه، يبقى لها 3 ايام اهي ولا 4 ايام، لقيت البيض شفته بالتليفون لقيته مشعر، يعني معناها ان هو بدا يلقط ان هي بتدفيه. فاللهم صل على النبي. طبعا زياده تاكيد هحط القفص، ليه بقى؟ عشان هي معاها الرومي هنا في الاوضه اهو، ومعاها بط صغنون، في ممكن حاجه تخش عندها ما خدش بالي انا تهججها وتقوم تروح قايمه خالص. فانا ايه هحط لها القفص دلوقتي واحط لها طوب عشان تهدى وترقد. دي الطريقه يا جماعه اللي هترقدي بيها الفرخه اول مره، يا اما قفص تحطيه على الوش كبير، يا اما عندك بقى اوضه فاضيه حطي فيها الروميه لوحدها هترقد وهتبقى هاديه ومفيش اي حاجه. لكن انا عندي عشان اخواتها اللي هم في الاوضه اللي جنبها صوتها سمعاهم هي، وكمان الرومي الكبير الرومي الابيض معاها في الاوضه، فهي مش قلقانه. كل ما يبقى الرومي لوحده كل ما يبقى ايه في المكان هادي كده بيرقد ويبقى مطمن. طبعا انا مش سايباها كده مع البتاع، انا محوطه لها اهو اسمالها الاوضه بخشب وحاجات ومقفله لها وحطاها هي جوه لوحدها اكنها في اوضه لوحدها، بس هي سامعه الصوت برده وسامعه التغاغيه بتاعت الفراخ وكده فمش مطمنه. فطبعا احنا هنطمنها اكتر، نقفل عليها ونحط عليها ايه اللي هو القفص ونتقل فوقها كده ونقومها، بس ما ايه مش هنفضل حاطين القفص وسايبينها. طبعا ما عايزه تقوم تاكل وتشرب، بطلع الصبح اقومها اسيبها تاكل وتشرب براحتها خالص واروح اقفل عليها تاني، واطلع اخر النهار اسيبها تاكل وتشرب عشان تعمل حمام بعيد عن البيض، واروح مدخلها تاني على البيض كده تتابع الروميه وهي راقده. اول بطن لازم تعملي معاها كده عشان تتعلم وترقد، لو ما عملتيش معاها كده البطايه مش الروميه مش هترقد معاك. فرخه الرومي بتبقى ايه عايزه هدوء وعايزه ضلمه كمان، عايزه تضلمي لها المكان، وبيحب الضلمه وبيحب الهدوء جدا. تعالوا بقى نجيب لها القفص ونحطه عليها ونتقل عليها ايه بكام طوبه كده عشان ما تبقاش خايفه وقلقانه. جيب القفص ورجع له، حطيت لها القفص اهو بصوا، بس مش هنسيب القفص كده بقى، شويه طوب زي دول كده اهو وهنتقل عليها، بس انا ايه عشان اشوفها الاول وبعدين احط لها الطوب. طبعا هي خافت لما انا حطيت القفص اكيد، يعني بصوا اهي قلقت اهي، بس هي اول ما تلاقي القفص عليها هتكن وهتيه وهتهدى اول ما امشي كمان من عندها اهو. حط لها بقى شويه طوب نتقل بيهم القفص عشان ما تقومش وايه وتخاف وتروح اي ما تروح موقعاه او حاجه تخش عندها توقع القفص من فوقيها كده احسن لها، ومنه هتتنفس وكل حاجه ادام بتقوم تاكل وتشرب ما تخافيش عليها، ادام بتقوم تاكل وتشرب خلاص وبتعمل حمام بره بعيد عن البيت خلاص ما تخافيش، سيبيها على الله وربنا ان شاء الله هيبارك لك في حاجتك والحاجه هتبقى زي الفل بامر الله تعالى. هنتقل لها بقى بالطوب، او بنحط شويه طوب زي كده اهو اهو بصوا شويه طوب عندك على السطح، عندك حاجه تقيله حطها فوقيها، لسه هجيب طوب تاني وازود وكده ايه، ونسيبها وربنا ايه يبارك احسن من كل شيء، بركه ربنا فوق كل شيء يا جماعه.